السلام عليكم. السلام عليكم. نتسناو الناس يدخلوا كاملين. يلا بارطاجيو اليوم غيكون شويه لايف مهم بزاف. غنحاول ما امكن غنسيفي هذا اللايف واحد شويه واحد اليومين ولا 3 ايام ولا تسيمانه كاع، لانه هذا اللايف هذا غيكون مهم بالنسبه للناس اللي غيتفرجوا في هذا اللايف هذا من بعد. ها كنتمنى يتبعوا اللايف لانه فيه شي لعيبات اللي غنذكرهم مهمين بزاف ويبارطاجيو معهم. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا ايفانو، امينه، وليد كيف العاده، ايناني، سفيان الله يحفظك خويا، اختي اميمه، خودا، رجول تحياتي لكم كاملين، شفيق. يلا بارطاجيو السميه، يلا زيد طلع، ما كرهتش يطلع الالف باش نبداو على بركه الله، لانه بغيت ندوي على شي لعيبات شويه مهمين و غيكون اخر لايف. تنتمنى، لا انا متاكد انه غيكون اخر لايف على القرعه الامريكيه، لانه دابا ولا كلشي تيبان لي انه كيهضر في القرعه الامريكيه. تكتب غير القرعه الامريكيه ولا كلشي كيدوي عليها، خصوصا الناس اللي عاد جاو الامريكان هذاك هو الموضوع ديالهم باش كيجبدوا المتابعين، الله يسهل عليهم. فا اي واحد تيجي الامريكان تيبدا لاشين تيبدا يدوي على اي اول حاجه القرعه الامريكيه، لانه هي اللي هي اللي غتجذب بنادم خاصو غير شي حاجه سهله اللي اللي تخلي يخرج الغربه. سو كلشي ولا كيهضر على القرعه، كلشي ولا كيهضر، انا غبرت عليها ما بقيتش كنهضر بشحال هادي ورجعت نهضر عليها. علاش؟ اللي المهم سو غنحاول ما امكن نهضر اخر مره على هذا الموضوع، غنعطي شي معلومات لربما اول مره سمعتيهم ولا غتسمعوهم، و لعل وعسى ان شاء الله يستافدوا الناس. شكرا خويا يوسف على لي بادج، يوسف روكو شكرا خويا لي بادج، تحياتي لك العزيز. يلا بارطاجيو باش نبداو على بركه الله. شوف حنا ما كنلومو حتى شي واحد، غادي ندويو وغادي نبداو شي شويه من ان زيرو باش الناس يفهموا هذا الكونسيبت ديال القرعه الامريكيه. شو لا كومونتير شحال زويون. موحى شكرا لك خويا عزيز، شكرا فيها الحسد. علاش غنحسدك مثلا على ميريكان؟ انا راني فيها شحال هادي، ماشي مشكله لا سيدي. سو واخا سيدي موحى، انا سيدي اللي سجلت مثلا 180 واحد، وانا اللي سجلت مثلا الناس ما كاينينش، وانا ياك اخويا هادشي اللي بغيتي تقول لي. ماشي مشكل صافي سيدي، انا اللي محسد. عمرني شفت واحد محسد كيعاون الناس، والله ما عمرني شفت. هذه حاجه في شكل، ماشي مشكل. ربما قلنا انت عاد دخلتي اللايف ما عارف والو. سو غنبداو على بركه الله. has not been selected. سو غنحاولوا نبداو ولا نستناو الناس شويه يدخلوا ياك. كنخاف غير نبداو غيدخلوا شويه الناس غيقولك اخويا سفيان ما سمعناش عاود لنا عافاك، انا ما بغيتش نعاود. سو غنبدا وكنتمنى يكون ان شاء الله هذا هو اخر لايف اللي غنهضر عليه نهضر فيه على هذا الشيء هذا. يلا بارطاجيو اللايف، بارطاجيو اللايف باش نبداو على بركه الله. برادر ارتي يلاه سميتو. يلا غسل الطانوبيل راني مخرمز تصوفيت ماموسخه. سو غادي نبداو على بركه الله. سو اوكي سو نبداو نبداو ولا لا؟ اوكي سو درت ستوري هذه واحد ساعه الارب ياك، درت لكم ستوري انني بغيت ندير لايف وبغيت نهضر. علاش؟ لانه ما نكذبش عليكم، من نهار خرجت القرعه الامريكيه كيجوني شي ميساجات عجيبين غرباء لواحد الدرجه. كنحشم نمشي نبلوكي داك السيد، وخا مسكين ما دار ليا والو، ولكن اكتشفت انه المشكل ماشي نقولوا مثلا الحسد ولا مرض نفساني ولا مثلا يعني سو كيف قلت لكم الاخوان، هو القضيه ماشي حسد ولا مثلا غيره ولا مثلا الناس ما بغاوش يمشيو خليوكم تمشيو الامريكان ولا يعطلوا عليكم. هذا بطبيعه الحال هذا واحد السبب من الاسباب، ولكن السبب الكبير اللي اكتشفت انه من بعد هذه الايام هذه وحتى قبل من القرعه الامريكيه، لربما قلنا الوحيد اللي كنت كنقول لكم بلي شوف هذه القرعه الامريكيه اللي جايه
راه غتكون اكفس قرعة د ميريكان. واش كاين هادشي هذا ولا لا؟ راه الناس اللي متابعيني وكيتفرجوا في اللايفات ديالي غيقول لي سوفيان كنتي كتقولها. واش كنت كنقول لكم ان هاد القرعة د ميريكان اللي جايه غادا تكون اكفس قرعة لربما غادي تدوز؟ غتكون واحد القرعة اللي ما غينجحوش بزاف، غتكون واحد القرعة اللي غينجحوا بزاف ولكن ما عندهمش الشروط، ما عندهمش حتى فكرة على ميريكان، ما عندهم حتى شي معلومة على ميريكان، ما عارفين والو غير ملاوحين. غيكونوا ناس مسجلين بزاف ديال البروفيلات خاويين، غيكونوا ناس ماشي سيريو. واش كنت كنقول لكم هادشي هذا ولا لا؟ كنت كنهضر ومده وبزاف الناس شنو كانوا كيقولوا بحال الكومونتير يقولك سفيان صافي بارك ام سلبيه، واش حسدتي دوك الناس؟ خلي الناس يسجلوا. وبداو كيعايروني حتى في الخاص يقولك سفيان انت محسد انت ما باغيش الخير. شنو كندير؟ كنشوف تنقول ماشي مشكل، اليوم تيقولك السمطه كدور، هيا دارت السمطة وهم رجعوا دابا ورجعوا لعندي تيقولك كاينه، كنتي كتقولها. وكنت كنقول لكم انه في الوقت اللي نتوما فرحانين كتقولوا ان الباسبور تحيد ودابا راه مزيان داكشي، انا ما كنتش كنفرح. تنقول لكم راه هذا هو اكبر غلط داروه. وكنت الناس كتقولك لا سفيان دابا بالعكس مزيان الناس راه كذا هذه. تنقولك ماشي مشكل، انا ما كنبغيش نتجادل. تيقولك جواب السفيه السكوت. سو كنحاول شي واحد كيتجادل فيا تنقول عندك الحق، برافو عليك. سو داكشي علاش كنحاول ما امكن نتجنب بزاف. سو داكشي علاش دابا حاليا ولات دايره بوم هاد القرعه د ميريكان، ولا الصغير الكبير كاع كلشي ولا كيهضر عليها، ولات معروفه بزاف. سو غادي نرجعوا شي شويه، مابقاش نقول لكم انا كنعلم الغيب. هادشي ماشي معلوم الغيب، راه اي واحد داخل في الدومين ديال الهجره وكيعرف شويه ديال القرعه د ميريكان وكيعرف شويه هادي وكيعرف شويه هادي وكيشوفش مثلا يعني اوت اوف ذا بوكس، يعني مثلا ما كيفكرش بحالو بحال بزاف الناس تحيد الباك غنمشي نسجل. نو كيقول اوجي حيدوا الباك، ولكن راه شي سبب هو اللي حيد داك الباك، ولا شي سبب هو اللي حيد داك الباسبور. سو بنادم غير تعمق شي شويه غيعرف انه راه حيدوا الباسبور، هذا كيعني انه مزيانه غيدخلوا دابا الناس يسجلوا، ولكن راه غيدخلوا معاهم جيش بزاف الناس غيدخلوا غيبقاو غير يسجلوا نقز 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 نقز. داكشي علاش بقيت كنقول الشيء، الا بقيت كنهضر في هذا الشيء هذاك وكنت باغي تطلع على البوز ولا باغي الحسد ولا الى اخره، فنخليو النتائج. بدا اول حاجه قبل ما نبدا في الهضره اسمعني مزيان، وبغيتي حتى انت تيقني هذه متيق، ما بغيتيش تيق ما تيقش. نقول لكم حتى علاش الاسباب كانوا حيدوا الباسبور وعلاش كانوا رجعوه. سو اول حاجه فاش كان جات الادمنستريشن، يعني فاش كان جا ترامب الرئيس السابق اللي قبل من هذا ديال بايدن، كان جا شحال هذه، هو كان ضد الهجره الغير قانونيه، الهجره اللي مثلا الناس كينقزوا وكيجيو حارقين ولا مثلا كيجيو بشي طرق تافهه كيف ما هو كان كيقولها. وكنقول بلي ان الناس ديال القرعه كيجيو ليها الناس غير اللي بلادهم ما باغاتهمش، بغاو يلحوا لينا، بغاو يلحوا لينا تراش. يعني كان واحد المصطلحات عنصريين، انا واخا داك الانسان كنبغيه كرئيس يكون خدام ليا، ولكن كان كشخصيه ما عنديش معاه بزاف الحوايج، متفق معك. وهو كان من الاسباب والادمنستريشن ديالو هما اللي كانوا بغاو يعقدوا من القرعه. كان الناس اللي تيقولك بغي يحيدها ولكن القرعه ما عمرها غتحيد، ولكن كان بغا يعقد شويه من القرعه. كان بغا مثلا يرد مثلا يعني بحال مثلا شي حاجه اكثر من الهاي سكول، كان بغا مثلا يدير الباسبور، كان بغاو يديروا بزاف ديال الشروط باش الناس يبقاو تسجلوا في القرعه، باش في الاخر القرعه الامريكان يعني بحال اللي قلتي تجذب غا بنادم اللي واعر غا الطوب بحال اللي كنقولوا غا الكنوكه. سو ناضلوا بزاف ديال الناس وبزاف ديال الجمعيات سواء في افريقيا، والجمعيات الكبار اللي محكمين في القرعه الامريكان في افريقيا ما كاينينش في المغرب، كاينين في الكوت ديفوار وكاينين في اثيوبيا. هاد المعلومات ما عمرك كتسمعهم ولا تسمعهم، ولكن الا درتي بحث، حتى البارح والله الا بقيت كنبحث بزاف عيني حفا، وبقيت كنقرا وكنشوف حتى دوك الناس اللي طلعوا بداو كيهضروا مع دوك واحد جاج، يعني وكاين واحد جاج في الدي سي يعني في كولومبيا، وهو السبب اللي كان اصلا الغى الباسبور، كان سميتو تيموثي كيلي شي حاجه تيموثي، وكان هو جاج يعني بحال اللي قلتي قاضي، ولكن القاضي وعندهم شي بحال اللي قلتي عندهم واحد المكانه كبير انه كيلغي شي شروط في الهجره ويتدخل في الهجره، يعني عنده قرارات كبار. وكان سميتو الا بقيت عاقل تيموثي، وهو في واشنطن دي سي وكان ميريكاني. ولكن قبل هو كانوا خمسه د الناس هما اللي كانوا ناضوا فاش داروا الباسبور هادي عامين، كانوا داروا الباسبور ناضوا خمسه ديال الناس كانوا فاتشي ديال القرعه، كانوا رفعوا دعوه بهادشي ديال اليو اس سي اي اس اداره الهجره، رفعوا دعوه على انه هادشي ديال الباسبور فهي بحال اللي قلتي ديسكريمينيشن، ولا بحال اللي قلتي حرمه لبزاف الناس باش ما يبداوش يتسجلوا. حيت كاينين بزاف ديال الدول في افريقيا وكاينين تبع الدول الاخرين اللي ما عندهمش حتى ديك 500 درهم ولا ما عرفش شحال الثمن كيحسبوا، ما عندهمش الثمن باش يسجلوا الباسبور. وكانوا بينوا واحد الدلائل بحال مثلا الاحصائيه اللي كانوا كيتسجلوا شحال هذه ما بين 14 حتى 16 مليون اللي كيتسجل في العالم كامل.
كامل اللي كيتسجل في قرعه امريكان. وفاش كانوا داك العام داروا الباسبور تسجلوا تقريبا 6.7 المليون اللي تسجلوا في في القرعه الامريكيه. تخيل معايا النص مشى. داكشي علاش دابا فاش كانوا مؤخرا كيطلعوا معايا الناس لاحظتوها بزاف. غادي تقولوا لي تيطلع معايا شي واحد تنقول شحال مره فاتت تيقولك اول مره. هادوك دابا ديال اول مره كاملين اللي جمعتهم دابا في اللايف يقولك اول مره وكان عنده الباسبور وكان عنده الباك وكان عنده الشروط كاملين. عرفتي علاش تسجل اول مره؟ لانه فاش كان تسجل بالباسبور ديالو ما كانوش بزاف الناس دايرين به، كانوا شويه الناس ولكن قلال، يعني الفرصه باش ينجح هو كانت كثيره. دابا مثلا هاد العام هذا تسجلوا 300 الف واحد في المغرب، راه شحال هادي فاش كان الباسبور ما كيفوتش 150 الف واحد 130 الف واحد وكيهزوا 80 الف واحد ولا 100 الف واحد في العالم كامل. فمقارنه ب 120 الف واحد في المغرب 300 الف ولا 350 ولا شي حاجه، فهذا راه يعني ان الفرصه ديالك باش تنجح طالعه شي شويه على دابا. سو نادوا هاد الخمسه د الناس كانوا داروا دعوه وكانوا في الاول هذيك الاداره الهجره وشي محاكم وكذا كانوا رفضوا، ودازت واحد شويه وبداو كيرجعوا في داك القرار بحال كيديروا استئناف ولا ما سميتو بالعربيه، وبداو كيقراو داك القرار ولقاو انه كاينين شي نقاط اللي فعلا، لان القرعه الامريكيه خاصنا نعرفوا علاش دارت. راه ماشي ميريكان دايره فيك الخير، ديما كنقول ميريكان ما دايرهاش فيك الخير، راه ميريكان دوله راسماليه، ميريكان كيهمها الفلوس والخدمه والصح. سو دايره القرعه الامريكيه للدول الفقيره، راه القرعه الامريكيه دارت للدول الفقيره، والمغرب من الدول اللي تيهما كيعتبروهم ميريكان يعني من الدول العالم الثالث يعني دوله فقيره. ما تاخذوهاش شويه، خلي شويه العاطفه وهضر معايا الحقيقه، لان عارفين ان المغرب من دول العالم الثالث يعني كيعتبروهم كاملين دول فقراء. افريقيا ميريكان كيشوفوا افريقيا كاملين دول فقراء، هذا هو الواقع حقيقه. سو كيحاولوا يختاروا الناس اللي زوينين فيهم باش يجيبوهم لامريكا باش تولي دايفرسيتي، يعني بحال اللي قلتي تولي مجتمع مختلط، ما يكونش مثلا غير وايت بيبل ولا مثلا البويد ولا شي لعيبه. يعني ميريكا الهدف ديالها العمال، وثاني حاجه يخلطوا الدم، يخلطوا الدم شو المصطلح عندك يدير. المهم بحال اللي قلتي دايفرسيتي، يعني بحال تنوع في الهجره، يكون شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا، لان هي امريكان اصلا في الاخر راه حتى واحد امريكاني من غير هذوك النيتيف امريكانز، يعني اغلبيه كاين اصلهم من المانيا من ايرلندا من ايسلندا، وفي الاخر ولاو كيبانوا كلشي بويت. سو يعني السبب الاول الخدمه، ثاني حاجه الدايفرسيتي. سو هذا هو كان من الاسباب. سو فاش كانوا نات ديك المجموعه ديال خمسه الشبان وداروا هذيك اللعيبه ما قبلوهمش، رفضوا لهم الطلب، نادوا مشاو للجمعيات اللي كاينين في الكوت ديفوار وفي اثيوبيا وكاينين حتى في بعض الدول الاخرين مقارنه. كاين شي جمعيات في المغرب تاهما نادوا لانهم كيربحوا تاهما من هذه الشهاده ديال التسجيل، لانهم كيجيو الناس دابا للجمعيات اللي كاينين في كازا في مراكش بزاف ديال الدول بلا ما نقولوا الاسماء، كيبغيو الناس يجيو عندهم بزاف. ما كيهمش راه فاش كتجي عنده تسجل تيقول واش عندك الباك واش عندك الباسبور واش عندك هادي كيسول، ولكن الاغلبيه راه كيسجل، راه كاين اللي هي كيسجل، كاين السيبيرات كيسجلوا ما كيسولش كاع واش عندك الباك. الهدف ديالو انه يسجل بكثره، يعني الا داروا الباسبور في الاخير غيجيو له شويه، يعني حتى هو رابح في الاخير، براند كيشوف غير الفلوس. سو كاينين جمعيات كبار كيف كاين في اثيوبيا كوت ديفوار واحد الدوله اخرى في افريقيا ناضوا، وكانوا الناس هنا في امريكا اللي تاهما جاوا شحال هذه في القرعه الامريكان من دول افريقيا تجمعوا مع هذوك، وزادوا بحال اللي قلتوا داروا انهم طعنوا في ذاك الطالب انه يتشاف. علاش؟ لانه هذاك راه كيحرم بزاف ديال الناس، والقرعه اصلا دارت للناس الفقراء، مغرب جزائر تونس الى اخره. فداكشي علاش نات هذيك المحكمه اللي كاينه في كولومبيا في ديستريكت يعني في واشنطن دي سي. الا دخلتوا درتوا شويه بحث تلقاو هاد الهضره هادي. كان واحد فيهم راس ديك الجمعيه كان هو من اثيوبيا، راه هو كبر هنا في ميريكان. الاخر ما عقلتش بالضبط منين هو، وكان الاخرين معاهم راه دايرين ابيل فيديو، ابل فيديو راه محطوط في اليوتيوب الا بغى الناس يدخلوا يتعمقوا، راه ما عنديش كيفاش نوري لكم، راه تحطوا في اليوتيوب. المهم ناضوا بداو كيديروا اجتماع بداو كيهضروا، ولقاو انه فعلا فاش كانوا داروا الباسبور 6.7 اللي تسجلوا، ومثلا يعني 8 ولا 9 المليون واحد ما تسجلش يعني تحرموا، وناضوا الناس كيبكيو كيشكيو تيقولك بزاف عليهم وكذا الى اخره، لانه في ديك 6.7 الناس اللي سيريو والناس اللي قاري الناس اللي عنده الباسبور، لانه شكون اللي غيدفع القرعه في الاخر؟ راه غير اللي عنده الشروط واللي خاسر 500 درهم الى اخره، يعني ناس سيريو باغيين يجيو الميريكان. داكشي علاش بزاف الناس كانوا كيطلعوا معايا تيقول لك باللي اول مره دفعت، اول مره دفعت، حتى بديت كنتفاجئ تنقول اش هذا اول مره، ولكن دابا فاش كتعمق كتلقى انه فعلا هذا هو المنطق، لانه قليل الناس اللي دفعوا. سو داكشي علاش دابا غادا القرعه وكتكبر، حتى دابا هذه الايام هذه القرعه ولات دير ربهم، حتى اللي ما كانش عارف العام اللي فات غيولي دابا عارف العام اللي فات، يعني دابا غادا وكتكفاس حتى اخر حتى يعلم الله واش غيحيدوها ما غيحيدوهاش، ولكن واش غادي يديروا شي شروط تعجيزيه، واش غيديروا شي لعيبه تعجيزيه، الله اعلم، لانه ضروري غادي يديروا شي حاجه.
فناضوا بداو كيديروا قرارات. ناض هاد خونا هذا اللي قلت لك سميتو كيلي تيموثي ولا ما نعرف واحد جارج قال كيلي. المهم هو في واشنطن دي سي. ناض بدا كيشوف هادشي هذا، دار واحد الجلسات بحال هكايا ودار لهم الغاء، يعني بحال هذيك كانت سميتها البري باسبورت ولا شي حاجه بحال هكايا. ديك الشر هذاك القانون اللي كانوا دار هو البري باسبورت، يعني الا بغيتي تسجل خاص ضروري يكون عندك الباسبور. وحيدوا ديك اللعبه ديال البري باسبورت وردوا ان الباسبور يطلب حتى تنجح حتى تجي فيك القرعه عادي يمكن لك دير الباسبور. ف هذاك الشيء اللي داروا نيت وتلغى في 2021 الا بقيت عاقل، لانه تفعل في 2019 لا في 2020 وتحيد. راه داروا غير عام وقالوا له عامين، تاكدوا لي يا اخوتي لزاز باش من نعطي شي معلومه غلطه، واش في 2020 2021؟ المهم تحيد تم في هذيك فجت القرعه اللي فات وقال لهم الناس بلي راه تحيد الباسبور. فهنا غنكتشفوا انه راه من الاسباب اللي كانوا حيدوها ماشي امريكان، امريكان راهي كدير اللي كي بطبيعة الحال مصلحتها والناس باش ما تحرمهمش. ففاش ميري كان حيدات هاد القضية ديال الباسبور باش كل شيء يتسجل، يعني الفقراء، ولكن ديما كتستر هي راه كتكبر الكتابة ديال انه اللي عنده الريكويرمنتس اللي عنده الشروط اللي هو الهاي سكول، يعني 12 years يعني 12 عام ديال القراية، يكون عنده السجل العدلي ولا يكون عنده الاكسبيرينس اللي طالبين، يعني كاينين شروط اللي حنا كاملين كنعرفوهم. ف هادشي اللي كان سبب، ولكن ما كانوش كيقولوا باللي راه بحال قلتي يعني باللي راه بزاف الناس يعني سكامرز. دابا هادو اللي كيتسجل ما عندوش الباك راه كيتسمى سكامر. اللي مثلا كيتسجل وعارف راسو انه ما غايجيش راه سكامر، راه بحال الشكل دابا ديال الاخ اللي في الخميسات اللي جات عنده القوريه ما بغيتش نبقى نشهر بسميتو داكشي. دابا راه ميريكان داكشي كيغوتوا له سكامر في الكومونتيرات، يعني دا واحد الشبهه خايبه، يعني في الاخر كيسميوك سكامر، يعني اي واحد كيدفع القرعه وهو ما مأهلش ولا ما غايجيوش ولا شي لعبه كيسميوه سكامر. سكامر هو واحد السميه ولا واحد العيب كيعطيو للناس اللي كيشفروا اللي كيستغلوا اللي كيسرقوا كياخذوا لك لاكارت اللي كينصبوا عليك في البيسي كينصبوا عليك في الاشهار. المهم شي حاجه نصاب في الاخر راه نصاب، راه كيتفرجوا فيا الناس جايه فيهم قرعه وما عندهمش كاع 12 عام القرايه. اليوم الصباح من واحد الفئه اللي جاتني واحد مجوج داير سيليباتير وقال لي دابا كيفاش ندير لها، قلت له شوف والله الا جاوبت واخا ماكش غنجاوب، قلت له شوف نسى القرعه نتايا غير غتضيع سميتو الفلوس. قال لي ما بغيتش ندير اسحبني ما غاديش تجي فيا وانا بغيت نجرب وكذا. جات فيه عنده 11000 في الرقم ديالو، هذا غيجي في النشرات الثانيه ولا النشرات الثالثه، هذا في المقابله ديالو غيدوزها في شهر 12 كون كان داكشي عنده مزيان. ها هو حرم راسو، علاش؟ لانه هو مجوج ومراته كانت ما قدراتش تصور ومشى بسجل غير راسو لان مراته ما بغاش تصور. ها هو ضيع دابا فرصته وضيع فرصه واحد اخر. الوغ نرجعوا لموضوعنا، فكيف قلت لكم يعني فاش كان ترامب كان مزير القانون، يعني عندك الوراق عندك الباك عندك الباسبور راه غادي تسجل، ما عندكش الباسبور ما تسجلش. وحتى فاش كانوا داروا الباسبور الا شي واحد حط شي باسبور ديال بواه ولا ديال مو ولا ديال شي واحد صاحبه ولا شي غلط شي لعبه الديسكواليفيكيشن، يعني ديريكت كيتقصى خاصو يجيب داك الباسبور اللي حطو. داكشي علاش ولاو الناس قلالين كيدفعوا. ففاش كنجيو نشوفوا كنلقاو ان راه المهاجرين في الاخر هما اللي كيديروا هاد المشاكل، راه هاد الشيء هذا هو اللي كيديروا المشاكل. غتقول لي دابا انت سفيان دابا شنو الحل؟ عندك الحل هو انه شوف الكي سي سي ولا اليو اس سي اي اس ولا اداره الهجره شي عباره عندهم الايميل ديالهم، تقدر تصيفط مثلا ايميل كتعبر على الاسف ديالك وانه بزاف الناس كتعرف ما عندهمش كواليفيكيشنز وتهزوا واختاروا واش كاين شي حل واش كاين شي لعبه مستقبلا. غيقول لك يعني يقدروا يجاوبوك يقول لك اوكي غادي نشوفهم لهنا القدام، يعني الناس بداو كيتواصلوا معاهم طريقه محترمه طريقه احترافيه وداك الشيء يقدروا يديروا شي حاجه. ولكن واش غيقدروا يبدلوا القرار؟ ما عرفتش، لانه خاصنا نعرفوا واش حتى في مصر نفس البلان، واش حتى في تونس وقع لهم نفس البلان، واش حتى في افريقيا واش وقع لهم نفس البلان. لانه الا كان وقع في نفس البلان الدول كاملين ما عرفتش، الا كان شي واحد متابع البلدان الاخرين واش عندهم حتى هما تيتشكاو نفس البلان بزاف الناس سجلوا ما مأهلينش وحرموا عليهم اكد لي، لانني ما قلبتش ما كيهمنيش، انا كيهمني غير المغرب هو اللي كيهمني. فما عرفتش الا الناس كاملين اتحدوا وصيفطوا مثلا واحد الرساله ولا واحد الحاجه، فراه بطبيعه الحال راه يقدروا يرجعوا الباسبور ولا يقدروا يديروا شي شرط من الشروط الاخرى لانهم كيديروا اجتماعات. ف هذه واحد الحاجه اخرى. ثاني حاجه غير باش ما ننساش، هذه راه غننساها، بزاف الناس كيسولوني على الادريس. راه الاخوان بغيت نسولكم، الناس اللي كيسولوا الادريس ماشي كلشي، واش عارف
شحال ديال الناس شحال ديال الميساجات كيصيفطوا للناس بحالي وكاين اللي كيكونوا في الغربه كيعاونوا واش عارف شحال ديال الميساجات كيصيفطوا لهم راه ماشي زعما تفاخر لكن راه عريمه ديال الناس واش عارف شحال واحد كيطلب لادريس واش ما فكرتيش ان تقول مسكين الاخ سوفيا راه كيعاون وراه يكونوا ديجا صيفطوا له لادريس كدا راه ما جاتش يعني اجي نشوف شي جهه اخرى نشوف شي اخ اخر ما عندوش مع السوشيال ميديا لا ربما ما جا عنده حتى شي واحد وزيد عليه واحد الحاجه عارف ان الناس اللي في امريكا مابقاوش كيبغيو يعطيو لي زادريس مابقاوش كيعطيو الناس لي زادريس قليل لقيتي شي واحد عطاك لادريس فراه خاصك تحمد الله وتشكره علاش لان الادريس هو براسو تينوضوا بعض الناس ولاو كيمصروا فيهم يعني مثلا كيشوف شي ناس ناجح تيقول له دوز عندي نعطيك لادريس لادريس شدو مع شي واحد وهو قال له راه ناجح في الاخر ماشي ناجح في الاخر كيبيع له لادريس كيبيع له المعلومات ديال داك الشخص بحال دابا انا معروف كنخدم في الرموك ساكن في سياتل جيت مثلا في 2019 ولا 2020 ولا 2010 عارفين منين فوقاش جيت يعني هادو هما الاسئله اللي غتعرف قدام القنصل القنصل فاش غادي يجيو في المعلومات ديالي انا وفين ساكن غيشوف انه فعلا الادريس ديالي راه عطيته لواحد الناس سميتي كدا فين ساكن شنو كندير في الخدمه بركه اوكي الفيزا مقبوله وهذا في الاخر حتى هو فرود يعني حتى هو سكام علاش لانه ولاو كيتسمسروا يعني هادو خوتنا مغاربه اللي خاصهم يسيبورتيو بعضياتنا ولاو شي كيستغل شي دابا الاخر واحد الجروب كيسجلك بثمن تعجيزي الجروب اللي معاه كيعمر لك الدي اس بثمن تعجيزي واحد تحتهم كيدبر على الدي اس على الارق على لي زادريس في الفيسبوكات كيدور على كاع اللي في ميريكان كيشد لي زادريس كيبقى يبيعو من الاخر اللي ناجح هذاك عاوتاني اللي في ميريكان كيستغل هذوك مساكن اللي جايين جداد تيقول له تزوج ليا باختي ونستقبلك واحد عاوتاني في ميريكان تيستثمر في بنادم ناجح في القرعه تيقول له غنتكلف لك بالطياره بكل شيء ولكن تخلصني قدا وقدا وغنجي تنجي نشوف تنبقى جالس تنبقى نقول تنبقى ندور جروبهم يعني جروبات ناس تنبقى نشوف تنبقى نقول دابا بغيت غير نعرف حاجه وحده كنا مغاربه كنا خاصنا نعاونوا بعضياتنا كنا في ميريكان كنخدموا كاين الفلوس كاين الفرص علاش كطمع في واحد مسكين جاتو قرعه وغير مسلف باش يجي لامريكا وتنبقى نجي نشوف تنقول اوكي هادو ديال الدي اس هادو ديال التسجيل هادو ديال لادريس هادو ديال الطيارات وكنا مغاربه كنا تيتجمعوا نهار العيد وكيلبسوا القشابه وبالحيه وكيمشيو يصليو ويقول لك يا ربي تزيدنا وتسهل علينا والحمد لله ربي وكذا وتنجي نشوف فيهم تنقول لك واش شي كيطمع في شي واش شي كيستغل في شي واش شي كيجبد في شي اقسم بالله لا شي ودابا هادو كاملين حطوهم هنا راه واحد الجروب اخر عاوتاني هاد الجروب اخر عاوتاني ما كاين لا مستقبل ما كاين لا قرايه لا خدمه لا تا لعبه ويلي ولد الحومه عنده الباك كلشي تيجي في قرعه والله تنحرم على ابوه بالله غنبقى غير نسجلك 100 كوم انا بحال دابا ندير اللايف ديك الناريه والبارحين ما عارف كنشوف الناس شحال نجحوا تقريبا شفت شي 30 ولا 40 واحد في ظرف ساعه هادو غير باش كنشوف والسيت معطل تخيل معايا فاش كنسجل راه نسجل مثلا 50 واحد في ساعه غير ضد في الناس ضد المكارم واش لاحظتوا الوقيته ولا الزمن اللي ولينا عايشين فيه تيجي في الاخر واحد تيقولك علاش ما بغيتش تهبط هكدا علاش ما بغيتش تهبط وتجي تشوف فين واحد الجانب اخر كتلقى مثلا اكثر من 300,000 شاب وشابه تسجلوا باش يمشيو لامريكا وشكون اللي كيمشي لامريكان راه غير اللي عنده الباك اللي عنده لا ليسونس اللي عنده الماستر اللي قاري عنده ديبلومات ما عمره دوز الحبس ما عمره تشد ما عمره دار حتى شي لعبه يعني كنجي نشوف مثلا ولاد المغرب تبارك الله راه المغرب راه بلادي راه فوق راسي كنحماق عليها كنحماق حتى على الدراري لي جون والبنات راه داكشي علاش كنعاونوكم راه في انا ما نسد هادي ومشي نخدم ولكن كنجي نشوف تنقول راه حشومه وعيب وعار 300,000 شاب مسكين باغي يهرب شكون اللي غيبقى لنا في البلاد كلشي اللي قاري وكلشي هو اللي باغي يمشي هو اللي كيتسجل الا مشاو كاملين نفترضوا غيديو 300,000 كامل نديرو 100,000 كلشي سكام 200,000 ميتين عرفتي شحال 200,000 للدوله ديال المغرب ديالنا شحال فيها 37 مليون شحال فيها غتلقى من شاب غتلقى جوج د المليون اي 300,000 واحد شد الباك لا ليسونس كلشي العام الجاي غتطلع 300,000 هما شدوا الباك 300 شكون اللي غيبقى لنا في المغرب وفي الاخر تيجي عندك واحد تيقول لك اسوفيان عندك تنسى الاصل ديالكم منين جيتي راه بزاف كيمشيو لامريكان وكينساو كيتعشروا مع امريكانيات ومراكنا وكينساو الاصل ديالهم راه خاصك تعرف انه بزاف ديال الناس مغاربه مابقاوش كيبغيو يتعاونوا مع بعضياتهم على هاد الاسباب هادو سو داكشي علاش دابا حاليا من هنا لقدام المستقبل ديال القرى حتى واحد ما غيعرفو لانني ما كان حتى واحد ما كيعلم الغيب بطبيعه الحال راكم عارفين ولكن الحاجه الوحيده اللي غادي نقول لكم وقبل ما نقولها
باش نجاوب على بزاف الناس. خويا العزيز ما عندكش الباك، سير دفع الباك ليبر. الا قريتي الباك وما عندكش الباك وجات في قرعه امريكان، سير دفع الباك ليبر وحاول تشد الباك فاش يخرج. هذا هو الحل الوحيد ديالك. الا ما شديتيش الباك ليبر ديالك ما تكملش الوراق، لانه ما غيقبلوكش. شي واحد خارج في 5 ولا 6 وعنده باك ليبر وناجح في القرعه امريكان راه ما غيقبلوكش. شي واحد ما عندوش الباك، ما عندوش اراده يشد الباك ليبر، ما قاري حد 5 وناجح في الباك ما غيقبلوكش. شي واحد ضرب يديه ضربها هكايا يتواصل مع الطبيب اللي في المغرب ويشوف واش كاين شي مشكل ولا شي حاجه ضد هذوك. واخا انا عارف انه المشكل، ولكن ما بغيتش نعطي قرار بحال هذا، لان السلطه في الاخر كتبقى للكونسول، السلطه التقديريه كتبقى للكونسول، ولكن انت الطبيب تيلعب دور كبير. اللي ناجح وضرب يديه بزاف، ناجح بالباك ليبر ولا باك سيونس، راك ناجح عندك الباك وشدت في القرعه راه غتجي فيك. رقمك اكثر من 50000 60000 70000 وعندك شروط، عندك كل شيء مزيان، دفع الدي اس ديالك في اقرب وقت وطلب الله تجي فيك ولا يوصلوا لك ولا شي حاجه، لانه كاينين بزاف الارقام اللي خاويه، بزاف الارقام اللي ما عندهمش الشروط كيف كتشوفوا نجحوا. فعلى الله ان شاء الله يكونوا ارقام خاويه بزاف ويمشيو يجبدوا من 60 65 حتى 70000. شنو اخر؟ نحاول نجاوب على كاع الاسئله باش الناس ما يبقاوش يسولوا هذه الاسئله، لانه كدر في الراس. الناس اللي كيسولوا على لا ليست داتوند ولا داكشي ديال اللي احد، هذا راه ماشي البوليس ولا الكونكور ديال العسكر ولا الجندار، هذا راه قرعه امريكا، راه كيهزوا 80000 90000 حتى 100000 100000 واحد. علاش كيهزوا اكثر من 50000؟ باش الا كانوا الناس اللي تحت 50000 ما ماشي كواليفاي ولا مثلا ماشي غيمشيو، كيجبدوا من هذوك اللي فوق 50000، يعني 60000 70000 الى اخره. الا ما جاتش فيك القرعه امريكان، انا عارف بزاف الناس كتابوا مرضوا وحماقوا، ما تيش اخويا العزيز ما ديرش شي قرار اللي تندم عليه. بزاف الناس قالوا لي اخويا سفيان ما جاتش فينا قرعه، وقيلا غادي نقصد البحر ولا وقيلا نقصد تركيا ولا نقصد شي هذاك الشيء. شوف هضره خاويه، ما ديرش شي قرار عن بحال اللي قلتي عن وضعيه اللي انت غضبان فيها ولا طالع لك الدم، لان فوق ما تيطلع لنا الدم. ولكن شوفوا قرارات بحال هكا كنفكروا في هذه القرارات وكنندموا، راه الوالدين ديالنا ما تنساوهمش، راه الا مشيتي درتي شي هجره غير شرعيه ولا شي لعبه، راه الوالدين ديالك اللي مساكن غيمرضوا وغيموتوا بالفقصه. فكر الوالدي قبل من راسك. ما جاتش في قرعه امريكان، سير اخويا دير شي تريب، دير اوتو ستوب، سير سافر، سير نسى عليك كلشي كامل، وفاش ترتاح وترجع رجع وتعلم شي لونغلي، ومن هنا 5 شهور غادي يولي تسجيل في القرعه امريكان وطلب زهرك ان شاء الله يكون شي تغيير ولا يكون شي حاجه ودعي الله. راه شحال من واحد جات فيه ما جاتش في قرعه امريكان وكان غي ما مقاش عنده الضو كاع كيشوفوا، وداز 5 شهور تسجل القرعه الجايه جات فيه، وكان تيقول كيقول انا دفعت بزاف حتى كنت غادي ما عرفتش شنو ندير، وفي الاخر جات فيه الحمد لله. سو ما تيئش وكمل دفع دفع دفع، راه القرعه ديما غتبقى. تعرف على كوار، تعرف على هادي. كاينين للاسف بزاف ديال المغاربه اللي كيستغلوا قوريات، ومنهم هذا الاخ اللي دار دابا بوم حاليا، ودابا راه شفت الحلقه اللي تحطات جديده اليوم، راه قالوا باللي رجعت ديك ختنا بحال الامريكان، كانت عوالات رجعت تجلس معايا رجعات، والكومونتيرات عريمه ديال الامريكان، كلشي يقول لك احسن قرار درتي كذا، احسن قرار، مزيان اللي جيتي، مزيان اللي جيتي. هو دابا واحد زاد ديجا كانت السمعه ديالنا خايبه، دابا هذا خونا كمل الباقي، فما عندك ما دير. نتمنوا تعرف على ناس اللي يكونوا منفتحين وما يحكموش عليكم بسبب التجربه ديال هذا الاخ. ثاني حاجه ولا ثالث حاجه ولا اش من ثاني حاجه هذه، المهم علاش كنحاول ما امكن. ما بغيتش ندير لايف قبيله فاش درت اكستور، لانه كنت معصب، لانه شي ميساج جاوني اخوتي العزاز والله الا كاين اللي تخيل معايا، كاين اللي رقمه تحت 10000 صح، كاين اللي رقمه تحت 10000، يعني راه خونا غادي غيدوز مقابله في الشهور الاولين، ولكن ما عندوش الباك، ما قاريش، ما عنده حتى شي لعبه. بحال الصباح هذا فقط لقيت بزاف الناس مصيفطين ليا واحد الشركه كيخدموا شي ناس شي مغاربه في البوطات، خدمه البوطات، شي اكثر من 100 واحد اللي تسجل لاش داك البوست، وتقريبا شي 13 واحد اللي فيهم اللي نجح، وكلهم ما عندهمش الباك. واللي ضحكني اكثر هو انه تيقول لك باللي واش ديك التجربه ديالهم ديال الهزه للبوطان واش غيقبلوها في ميريكان. فانا ما ضحكتش، كومونتير راه هو البوست راه كيضحك، ولكن حبس ما بغيتش نضحك، قلت راه للاسف كيبقى فيا الناس. علاش؟ لانهم المشكل اللي عندنا في المغرب هو الوعي، حاشا ولينا نقولوا الناس جهلاء، بالعكس ما عمرنا نقولوا هذه الكلمه لان كلمه شويه خايبه، لانه كاينين بزاف الناس كنامن ان في المغرب اللي تبارك الله طياره قنوقه كيقراو كيقهدروا بلغات كيطيروا، يعني تبارك الله بلايصهم ما عارفين هذوك
كاينين بزاف المغربي تبارك الله عنده ما يقول، ولكن بحال دابا هذا الجروب هذا اللي كيهز البوطه قالك بديك التجربه ديال هزان البوطه 13 عام قالك واش غيقبلوه في الميريكان 13 فيهم قالك اللي تسجلوا. الاخر عاوتاني الاخر اللي دخلت عندي في اللايف ديك التصويره تاعي وليت كنشوفها غير ملي يوحف في المنشورات تسجلت اكثر من 140 واحد. والاخر عاوتاني اللي تا هو كان في اللايف تخيل معايا ما عنده لا باك لا والو شنو قال بقى كيضحك مع عائلته ما تسجل راسو سجل اختو باه امو وخالته وجداتو ما جات حتى شي واحد فيهم القرعه وجات لجداتو بقاو كيضحكوا داك النهار دوزوه عالم ضحكوا. دابا جداتو ما غاتمشيش هو ما غيمشيش ولكن تسجلوا سبعه د الناس سبعه د البروفيلات هذاك البروفيل جداتو اللي جات فيه كل ما كانوا سجلوا كان غادي تهز واحد خونا مسكين اللي غيقدر يكون من بني ملال مثلا يمشي بلايصه اللي بعيده ما عندهمش مساكن حتى طرف الخبز كان غادي يكون هو وغيمشي وغيعاون والدي وخوالو ولاد الحومه فوق ما يهبط المغرب يعاون الناس. والناس دابا مثلا اللي تيقول لك يقدروا يكونوا ماشي بصح ولكن دابا انا اللي كيصيفطوا لي الناس ما عندهمش الباك تيقول خويا سفيان عافاك بغينا شي حل. الاخر عاوتاني اللي تيقول لك مسكين ماشي مسكين هذا المهم جات فيه القرعه الامريكان ما سجلش مراته وولادو هو مزوج ودير لهم سيليباتير ومصيفط لي ميساج اخر قال لي الا بقيت عاقل قال لي واش قال لي الا مشيت لعندهم وما قلت ما بينت لهمش انني مزوج صحاب كضحك على واش داير صحاب كدير مقابله غضحك على القنصليه ولا غضحك على القنصليه ملي كيجيبوا المعلومات ديالنا. دابا نتايا 100% ما غاديش لانه اي واحد مزوج يدير سيليباتير ولا سيليباتير وهو مزوج الغاء تمتم. وهذوك الناس عاوتاني طبقه اللي صيفطوا ليا صاحبتهم جات فيها القرعه ولا هو جات فيه القرعه وصاحبتهم صيفطها ليا بزاف الناس اللي مصيفط لي هاد الثلاث ايام عاد وليت كنشوف شويه د الراوج تقريبا اكثر من 30 واحد حتى 40 واحد اللي صيفط لي ناجح ولا نقول لك بلي اكثر من 15 فيهم انا كنعقل بالارقام اكثر من 15 فيهم اللي ناجح اكثر من 65000 يعني 65000 65000 حتى 70000 الناس اللي ناجحوا اغلبيه الناس اللي نجحوا عندهم ارقام كبيره. تخيل معايا شي وحدين اللي عندهم ارقام في 40 في 30 مصيفط ليا صحابني غيسولوني شي سؤال زوين انا ما كنجاوبش ما بقيتش كنبغي نجاوب على لي زادريس وداك الشيء كامل ولكن كيصيفط لي تيقول لي اخويا بغيت ندي معايا صاحبتي كاين اللي تيقول لي راك غادي نتزوجها دابا كيفاش نقنع الكونسول وشي اسئله كنبقى غير كنشوف كنتفقس اقسم بالله الحمد لله كنترين شي شويه وكان ما كنخليش هادشي ياثر علينا. واعتق راسك بعدا انت الاول اصاحبي عاد رجع واعتق راسك وعرفتي عرفتي يكون يدوزوا كل حاله من الحالات اللي نجحوا والله تيضركم خاطركم بالله والله ماشي زعما كان اكزاجيري ولا كنزيد فيه والله الا حقائق راه شوف راه ما تنساش غير الانستغرام اللي عندي راه عندي الفيسبوك راه الفيسبوك فيها صاحبي اكثر من الانستغرام عندي راه كنحط حتى شي فيديو القرعه راه 300000 عرفتي شنو هي 300000 شخص اللي تفرج فيه غير فيديو واحد غير اللي حطيت غير البارح اكثر من 300000 اللي شافوا ولك انت تتخيل 300000 عرفتي شحال دخلوا عندي وقال لي نجحوا وكنلقى كيصيفطوا لي الناس فيديوهات ديال شي شباب اخرين تيقولوا شي كلام اللي ديجا قلتو شحال هادي يعني عاد ولاو كيصلوا ولا تاهما متابعيني وكيديروا فيديوهات الله يسهل عليهم ولكن تنبقى نقول غير الله يسهل عليكم ولكن هادشي ديال القرعه حماض والله الا حماض فهمتيني القرعه ديالي كان حماض بزاف ولا كونسيبت قرعه ديالي كان حل شاني في اليوتيوب كتب قرعه ديالي كان غتولي تدخل فيوز ولا سميتو كونسيبت وكونسيبت فاش كيوليو كيلعبوا به بزاف كيتخرمز فاش كيحط اليدين بزاف الحاجه اللي كتكون نقيه شحال هذه كانت نقيه 2017 2016 كانت نقيه كيمشيو غير الناس الزوينين ما كانتش معروفه بزاف السنوات الاخيره ولات غاده وكتخسر ولات غاده وكتخياب البلاصه الزوينه اللي ما كيوصلهاش براند كتكون ديما زوينه كتصور فيها طبيعه النقاء كيبقاو يتكبوا ليها الناس كتخماج كنتمنى شي نهار ان شاء الله ما يحيدوش هذه القرعه هذه ويصدقوا صافي لانه راه غير بركه وحده راه ماشي دايرين كونطرا مع المغرب ولا مثلا دايرين كونطرا انه كيجيبوا العمال ولا كونطرا بحال كندا محتاجين غدا ولا بعد غدا الله يعاون شكون اللي غيبقى يجي يا اما زواج يا اما تجمع عائلي نيت هو الوليدات ولا شي حاجه. القرعه الامريكان ولات كيف قلت لكم ولات كونسيبت وكل ما كتولي كونسيبت كتولي دير ربهم انا كنت جي عليا من احسن الحوايج الناس ما يبقاوش يديروا الفيديوهات على القرعه تحبس شويه عطاوها ثقار لان دابا حتى صحف عالميه وصحف كبار داكشي ولاو كيهضروا عليها
حاول شي واحد يكون كيدير فيديوهات عليها قول لهم اخويا ما تبقاش دير لنا الفيديوهات وليتنا عارفينها. حاولوا نقصوا منا شي شويه، ما نقصوا من التفاعل معنا. براسي ما غنبقاش نحط شي فيديوهات على القرى، غنبقى نحط فلوقات مواضيع عامه، ولكن باش نحط على القرى ما غنحطش على القرى، لانه بسالت وحماضت ولات كتستغل من طرف ناس ما يستاهلوش. ولواحد الدرجه انه الانسان غير جالس مع عائلته مطوبها كينوض كيسجل جداته وخالته وعمته وجيران. وقبل والله الا كنت كنقول هذه الهضره هذه كنت كنقول باللي والله الا كنت كنهضر قبل من هادشي هذا كنت كنقول بالضبط شنو غيوقع. كنت كنقول لكم عقل، راه غيتسجل واحد غيسجل جارته، المول الجيره، المول الحانوت اللي كيجي يبيع لهم بطاطا، الدار اللي عندهم، خالته، صاحبه. واش كنت كنقولها ولا لا؟ وبنات والله الا بنات كيصيفطوا ليا كيبكيو مساكن تيقول لك والله الا سفيان الا كنعرف بنات هكا كنعرفهم شخصيا وما عندهمش الباك قالوا ليا وجات فيهم وانا اللي دفعت عندي الباك ولا ليسونس كدا ولا ما بغات تجي فيا الرابعه مره. الناس كيبكيو اصاحبي. انا اللي كيف اللي كيطيروني بحال هاد الكومونتيرات قالك واحد الاخ راه مكاتب اخويا الله يهديك خويا. ديما كنامن بواحد الحاجه تيقولك ربي تيقولك ربي سبب عبدي وانا نعينك، راه ديما على السبب. راه نقولك واحد الحاجه، حنا ديما كنامنوا بالاقدار فهمتيني. بحال دابا مثلا انا كون ما كنتش دايز من داك الشارع في طنجه وكون ما كنتش دخلت لداك السيبير وتسجلت وخرجت ونسيت، راه ما كنتش غتجي فيا القرعه الامريكان. درت واحد السبب، كون مثلا شفت ديك القرعه وقلت ويلي دفعنا جوج المرات ولا ثلاثه ما جات صافي الله يعاون غنمشي بحالي، واش غتجي فيا القرعه الامريكان؟ كون ما نتش دابا ودرت واحد اللايف وبارطاجيت واحد المعلومه اللي دابا انتشرات بيناتكم ما غاتكونش عارفه او واحد السبب اخر. سو فاش ينوضوا بزاف ديال الناس ويديروا سبب اللي غيضر الناس اخرين، راه ما كتبقاش مكاتب اخويا العزيز. راه كي سبب، راه سببتي واحد الظلم، واحد 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 الحاجه اللي ما خصهاش تكون. الاخر عاوتاني تقولك حد وصافي. الحاجة الوحيدة اللي نقول لكم باش ما نبقاوش نهضروا في هذا الموضوع بزاف هو شوف قرعة دازت فهمتيني. اعتبرها نقول لكم واحد الحاجة بحال نسى الكومونتير تشوف فيا بحال اللي كنديروا ابل فيديو انا وياك صافي. شوف قرعة دازت، نسى انه تسجلوا بزاف وظلموك. تظلمتي، انا عارفك تظلمتي، تظلمتي وكنت عارف الظلم غادي يوقع. والله الا كنت عارفه غادي يوقع ولا ما لما تبدل والو مازال واحد الظلم خرج. داك الشيء اللي غنقول لك القرعة فاش تجي ان شاء الله من هنا 5 شهور تسجل ونساها، ولكن كن اكيد فاش تسجل تكون ديجا كتعرف امريكانيات ولا امريكانيين وتكون كتعرف شويه دلونجلي وتكون كتقرا شي ديبلوم شي ميكانيك. دخل قرا الميكانيك، دخل قرا الالكتريسيتي، لانه كن اكيد والله شي من هنا لخمس شهور ودخل مثلا شي تكوين ولا شي مدرسه ديال الميكانيك ولا شي لعبه، من هنا النتائج العام الجاي ديال المقابله الاخرى غتكون عندك عام ديال التجربه. هذيك العام ديال التجربه تقدر تاهل لك يصيفطوا لك شي كونطرا من كندا. ما تبقاش جالس وتسنى من هنا خمس شهور عاد غادي ندير قرعه اخرى وغتجي فيا. انت شتي دابا قرعه غادي وكتكفاس. حنا دزنا صافي، حنا دزنا انا وهذاك وهذاك وهذاك، حنا دزنا. راه ما كيعنيش اننا نحسن منك، حنا غير ربي كتب لينا ديك الفرصه. راه هادو اللي جات فيهم القرعه عندك تشوفهم تقول له حسن مني، انا ما عندي لا زهر، ما عنديش كذا مكلخ. شحال واحد تياخذها بيرسونيل، ما عمرك تاخذ القرعه عشوائيه شي حاجه شخصيه. راه ولا بزاف الناس الطريقه كيفاش كيصيفطوا ميساجات مساكن كياخدوها شخصية، تيبقى يقول لك اخويا ما عندنا زهر، ما عندناش حنايا مكلخين واقيلا داكشي علاش ما انيك ما ربي ما كي ما ما, ما باغينيش، ياك ما والدي ساخطين عليا، ياك ما هادي، ياك ما كذا ما كندير شي لعبه في التسجيلي. تيبقى يدخلوا التناوي، تيبقى يدخلوا له التناوي. بنادم مسكين راه غير السميه ديالو السيستم اختار سميه اللي حداه وما هزش هو سميته. ولاو كيجيو شي افكار، دوك الافكار غير ردوا واحد الانسان ما تيقش في راسه، غتولي عندك واحد المشكل ديال عدم الثقه في النفس، غتولي عندك واحد المشكل ديال الوسواس، مشكل شخصي نفساني، تقدر تعقد، تقدر تولي كاره كلشي على شي حوايج انت ماشي في الاستطاعه ديالك. راه ماشي في يدك القرى، ماشي في يدك، انا ماشي في يدي. ما يمكن لك وكانت في يدي راه غنقول لك لا نحيد هذوك اللي ما عندهمش شروط ونجيب هذوك اللي عندي. انا عارف فريمو، عارف الدنيا ابقى فيها ما يتشاف. راه مره كندخل كنشوف شنو واقع في البلاد، راه عارف فساد، عارف بزاف الحوايج، ولكن راه ما غتبدل والو. ماشي الغلط ديالك وماشي انت السبب، وبطبيعه الحال ما تلومش راسك. هذا اللي غنقول لك
وكاينين فرص بزاف وكتبقى ديما انا كتبان لي احسن فرصه حاليا اللي غتبقى ديما ومضمونه وغنقولها لك وعقل على هذه الكلمه مزيان. الفرصه الوحيده دابا حاليا اللي مضمونه وخصوصا ان يلا البارح كنت في كندا ياك ومشيتش غير فانكوفر راه النهار كامل جيت بحالي الدار بالليل مع الطال الدار مشيت لشي بلايص شي قنات اللي ما صورتهمش كاملين. كندا قدها قد سخط عرفتي كندا شحال محتاجين والله الا غادي وكندور وكنشوف في الحيوطه ما كاين غير ديك اللعبه ديال هايرينغ ناو هايرينغ هايرينغ يعني محتاجين الناس يخدموهم عريمه. تخيل معايا يكون اختي السيلفيات ولا تصاور ديال دوك الشركات ولا دوك اللعبه ديال لي بيزنس محتاجين العمال وتصيفطوا لهم ايميلات والله تيقدروا يجيبوكم. كندا عندها بزاف محتاجه اليد العامله. كندا قد قد سخط خاويه. كندا راه شويه كبيره راه كبيره هاد كندا راه جوج مرات امريكا والله. ونكون بلاصكم انا ماشي زعما نقول لك نصيحه غير باش دير انا نكون بلاصكم وما جاتش في قرعه امريكا شنو غندير اوكي ماشي مشكل صافي ماشي في يدي اوكي غادي ندخل للسيت ولا غنمشي للتكوين المهني غدا ولا بعدا وغادي نمشي ولا غادي نمشي لشي مدارس تكوين مهني هو الفابور غادي نشوف فوقاش اقرب تسجيل الالكتريسيتي ولا الميكانيك ولا شي لعبه يد يد ميكانيك هادو خصوصا ذهب ميكانيك ميكانيك ديال الرموكات ميكانيك ديال الرموكات المهم الحديد الكبير ميكانيك ديال الطوموبيلات الكتريسيتي ديال البلومبي هاد الثلاثه بعدا ولا هاد الاربعه هادو ولا جات فيك ميريكان وجيتي بيهم غناك الله. الى نفترضوا ما جاتش فيك قرعه ميريكان والله عام عام ونص وعام ونص راك طير والله تدفع بيهم لكندا خويا العزيز تجي عندك الباك انت ديجا عندك الباك ما عندكش عندك كلشي عندك ديبلوم غادي تكون عندك ديبلوم ديال البلومبي غتكون عندك تجربه وحاول تخدم في الشركات واخا ما يخلصوكش مزيان يعطوك غير 3000 درهم خدم في شركه اللي غتعطيك مثلا واحد التقرير في الاخر العام تقولك بلي اوكي يا خدم عندنا عنده ليكسبيريونس هادوك هما الخدامي 10 اللي كتمشي بهم. والله اخويا اللي كنت نشوف الدراري تبارك الله شباب اللي مشاو لكندا غير بهذه الاسباب هادو كاين اللي مشى غير بلوطي غير بلوطي كان غير خدام جا شاف شي اوفر في فيسبوك انهم محتاجين اوتيلي ولا شي حاجه بحال هكايا اوبلي مشى واحد ولد الحومه راه سمعت عليه هو راه وقال جا لكندا وما عمرني قلت هذاك غيمشي للغربه و 8 سنين ولا ما عرف شحال هو خدام في لوطير وقال ما عندوش الباك التاسع والتاسع عنده شي 8 سنين و خدام في لوطير. دابا كنهضر مع الدري عشيري قال لي راه رجعت وراه عمروا له الوراق قبلوه قالوا له هما بغيناك علاش لانه عنده 8 سنين ديكسبيريونس خونا كان يعو خدام عادي ما مازال جون كبير عليه بشي عامين ها هو راه غيمشي لكندا التاسع. شو واحد البنت شو واحد البنت خوتي العزاز دابا المشكله الا ديت على هاد البنت غيقولك سفيان ما كتعطيناش المعلومات قالك سيدي واحد البنت انت شهرتي بالقرعه وزيد كمل على كندا عباد الله راه الثالثه اختي هاجر على ماشي كنشهر بشي حاجه ايجابيه سو كندا سكامرز يعني غنبقى نسمي هاد الناس سكامرز ماشي نقول لهم الله يهديهم ولا كندا ما غاديش تجيب اي واحد ما كندا ما عندهمش قرعه كندا كتجيب اللي عنده ليكسبيريونس عنده ديبلوم عنده باك عنده شي حاجه بحال هكايا كتجيب يعني هذوك الاخرين واخا يبغيو يديروا ما عندهمش علاش ما عندهمش المؤهلات سو الكندا غتدي الناس اللي كيستاهل سو الا شهرت شي حاجه زبونه بحال هذه وغنعرف الناس غيمشيو يستاهلوا ماشي مشكل نهضر عليها واخا انا ماشي في كندا واخا ما عنديش بزاف الباكاج على كندا ولكن انا تنقول لك شنو كاين انا دابا كنت في كندا ما نقول لكمش فيها بزاف ديال الفرص وخصوصا فانكوفر كيخلصوا الطوب وعندهم كيهضروا بلونجلي الحلاقه كذلك او فاك سمح لي طاح التليفون بقات لي معكم 10 دقائق سو غنحاول ما امكن هذا اللايف ما غاديش نمسحو غادي نخليه وغادي نحاول في 10 دقائق نجاوب على الاسئله اللي عندكم باش كيف قلت لكم الاخوان هذه اخر مره غنبقى نهضر على قرعه امريكا لانه كيف قلت لكم في الاول انه يا قال لك هادو اللي في كندا ما باغيش الناس يعرفوا على كندا وي 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 راه كاينين بزاف الناس اللي في كندا ما يحملونيش حيت كنعطيهم تنقول لهم كندا يقولك لا خويا خليو يجيو لعندك علاش يجيو عندنا سو واحد الحاجه بغيت نقولها للاخوان هو القرعه الامريكان ما غنبقاش ندوي عليها دابا كيف قلت لكم دابا اي واحد جا الغرب في امريكان ولا شي لعبه وكيهضر غير على القرعه الامريكانيه راه داك هو الكونسيبت باش غادي تطلع به الفيوز غتطلع به لاشين ديالك ولا اي سوشيال ميديا كتستخدم كلشي ولا كيهضر على القرعه الامريكان صعيب بزاف تشد شي كونسيبت امريكان تفلوغي ولا تصور شي لعبات لانه اغلبيه الناس ما كيعرفوش ولا ما عندهمش مثلا وات ات تيكس ولا ما عندهمش مثلا ديك ما عندهمش كيفاش
يطلعوا فلوغ ويخلقوها وكذا ويتفرجوا فيهم الناس بزاف. سو شنو كيديروا؟ كيمشيو واحد الحاجه اللي كلشي غيتفرج فيه، اللي هي قرعه، اللي هي كونطرا شي حاجه. سو بزاف الناس اللي كيهضروا على شي القرعه، نتمنوا ينقصوا شي شويه. واش نتوما اللي كنتو متابعين هما شي لعبه، قول لهم نقصوا لنا من هذه القرعه، ديروا لنا شي حاجه اخرى، لانه راه بزاف كل ما كيتروجوا عليها كل ما غياخذوها بالسلبيه. ف هادشي اللي كاين. وقرعه الميريكا راه ما غنعاودش ندوي عليها، هذا هو غيكون اخر لايف. واي واحد غيبقى يسجلني على السؤال على القرعه راه ما غنجاوبوش، لانه كلشي دويت عليه، دخل عندي غير اليوتيوب غتفرج، ما غتبقاش تسول على القرعه. هذا اللايف غنخليه باش لانه تنتوما حسوا بينا، راه حنا في الاخره حتى حنا بشر عندنا وقيته. والله هذا الشيء كيستريسني، بقى فيا الحال، وخا انا ما دافعش زعما، ماشي ما عنديش زعما علاقه به. انا في الاخر كنبغي نعاون الناس، وكنعاون على اللي قديت عليه. فداك الشيء علاش هادشي اللي كاين. واللي عنده شي اسئله ديال صراحه والو، صحاب القرعه حامضين بزاف. جاك جاد والله حتى عزيز عليا، وخلي كندا مستوره. كندا ودي راه معروفه بلي كونترا، ولكن بلا ما غير كيسمع الكونترا تيقول اخ كونترا، وبنادم كيعرفش شنو مور الكونترا، تيقول كندا بعيده، كونترا بعيده، بنادم كيسد على راسو قبل ما يعرفش شنو كاين مور الكونترا. خويا واش الناس ديال القرعه ممكن يعرفوا هاد المهزله اللي وقعت؟ خويا واش امريكا الوسطى واش مزيانه في المعيشه؟ دوي لينا على احسن البلايص في امريكا الوسطى. شنو هي امريكا الوسطى؟ زعما تهضر على ايوا، اوهايو الى اخره. تنقولوا واش بقى نهضر على القرعه ومازالين كيسولوا عليها. كلشي كندوي عليه في اي لايف كنجاوب نفس الجواب وكيسولوا عاوتاني. سو هادشي اللي كاين الاخوان، شكرا لكم، نتمنى ان شاء الله يكون اللايف ذا زوين. اللايف غادي نسجلو غنخليه، بارطاجيو معكم او غنمشيو نقضيو غرضنا وهادشي اللي كاين. الا كان شي وقت راه ما نعاودو شي لايف، ما كان شي وقت نخليوه نهار اخر. وقرعه صافي باح بحال دابا هذا. شوف شوف هاد الكومونتيرات. هذا غير فيلاج مسكين، ما عرفتش اش من فيلاج اخويا العزيز نبيل، مي شكرا لك، هادشي اللي بغيت نوضح لهم. سو داكشي اللي كاين، نتمنوا الناس اللي كيديروا القرعات والفيديو ديال القرعه قول لهم بارك عليكم خوتي، بارك علينا من القرعه، ما تبقاوش ديروا لنا القرعه. اي واحد يقولك صافي نسى القرعه، نساها، الله يعاون، نساو. هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف، ونتشوفوا ان شاء الله في اقرب وقت، وتهلاو في راسكم ما تيأش يا الله طويله عشيري. شكرا خويا العزيز، حسبوا لهذا الشعب. تحياتي لك الغزال، تبارك الله عليك، يلا السلام عليكم.